ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن سعيد قال سمعت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الحديث. والمراد بسعيد بن أبي سعيد إلا هو المقبري. قال: وحدثنا محمد بن بشار وعمر بن علي ويحيى بن حكيم، وهذا هو القرن الذي ذكرنا أنه يكون عادة للاختصار. قال يحيى عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء عن أبي هريرة. قال: وحدثنا أبو موسى قال قال حدثنا ابن أبي عدي لهو محمد بن يحيى بن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول الحديث. ثم قال قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول الحديث. وهذه كلها روايات إنما ساقها ابن خزيمة رحمه الله ليؤكد أن هذا الخبر ثابت وأنه ورد عن أبي هريرة بطرق كثيرة. نعم. ثم قال قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر يعني ابن المورع قال قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة. فالرواية الأولى فيها شك والثانية قطع بها بأن الأغر رواه عن أبي هريرة. ثم قال قال وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال قال حدثنا سعيد ابن سعيد هكذا. قال قال سمعت سعيد بن مرجانة. الظاهر أن سعيد بن سعيد غير سعيد بن مرجانة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد ابن قيس. فيكون سعد هكذا سماه في الرواية الثانية وسماه في الرواية الأولى سعيد، ولعله هو سعد بن سعيد كما أشار إليه في قوله سعد بن سعيد تقدم في الذي قبله. وسعد بن سعيد هو ابن قيس بن عمرو. فالرواية الأولى في قوله قال حدثنا سعيد بن سعيد ظاهرها أن فيها خطأ وصوابها سعد بن سعيد. قال قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد بن برجانة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال قال حدثنا ابن أبي ذيب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعوه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال في خبر ابن أبي ذيب، ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس. وألفاظ الآخرين قال: خرجتها في كتاب الصلاة، يعني من صحيحه، خلا خبر المعتمر فإني لم أكن خرجته. ترجل الشمس يعني حتى تصعد وترتفع. ليش؟ لا، هلاك الترجل في ترجل ترجل الشمس بمعنى ترتفع، أصلها تترجل، لكن ترجل عن الفرس بمعنى نزل ومشى على الأرض، مشى على رجله، هذا هو معنى ترجل. نعم، حتى يفرغ القاري، ورواية حتى يطلع الفجر، أي وينفجر الفجر، كلها مختلفة. وقال: وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة خلا خبر المعتمر فإني لم أكن خرجته. وخبر المعتمر قبل خبر ابن أبي سعيد، إلا أنه قال: إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الليلة ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سولا، هل من مستغفر فأغفر له. قال: وفي جميع الأخبار ينزل الله إلى سماء ينزل إلى سماء الدنيا خلا خبر محمد بن إسحاق، فإن فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا. وسيمر بنا إن هذه الرواية أنكرها أهل العلم، أنكروها وقالوا إن هذه الرواية تعتبر رواية منكرة. قال: وفي خبر محاضر قال الأعمش: وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة. نعم. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي أنه قال ذلك في كل ليلة. قال: وحديث الزعفراني قال وحدثنا الزعفراني أحسن قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الحديث قال وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي الحديث قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن هلال عن ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة الجهني قال وحدثنا أبو هاشم من زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالوا شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر أو من الشق الآخر فلا يرى في القوم إلا باكيا. فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه.
قال فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. قال ولقد وعدني ربي عز وجل أنه يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أرجو أن تدخلوها حتى تبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاء ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي أو لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. قال خرجت ألفاظ الآخرين في أبواب الشفاعة وحفظي أن في أخبار الآخرين إن الذي يستأذنك بعدها في نفس لسفيه، يعني الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الانطلاقة، وهذا إنما كان من قفولهم أو في قفولهم من مكة إلى المدينة، ولعل ذلك كان يعني بعد الحج أو في إحدى الغزوات، وإنما أراد الناس أن ينطلقوا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهليهم. قال وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم، يعني يبدأ بها الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخبر قد جاء في مناسبات أخرى، ومنها الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما صلى بأصحابه الصبح قال من رأى منكم رؤيا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا وأن الله سبحانه وتعالى أطلعه زواله الأرض مشرقها ومغربها، وأخبره أن ملكه يمتد إلى حيث زواله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن ملك أمته يمتد إلى حيث زواله رسول الله صلى الله عليه وزوي له حيث زواله ربه سبحانه وتعالى، وأخبر أنه رأى الناس يوم القيامة يخرجون من المحشر متجهين إلى مقر الحساب، وإنه يرى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ بدأ له سواد عظيم. قال فظننت أنهم أمتي فقالوا لا هذا موسى وأمته. ثم بدأ له سواد عظيم يعني أعظم من ذلك، فقالوا له هذه أمتك وإن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته فأخذ الناس يخوضون فيهم من هؤلاء 70,000، فقال بعضهم هو الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم هم الذين جاهدوا في سبيل الله، وأخذوا يعني يقولون بآرائهم كما قال، فأخذوا يقولون بآرائهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسألهم عما يتحدثون، فقالوا كنا نخوض في 70,000، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون
ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم جاء في هذا الحديث أخبره أنه أخبرهم أن الرب سبحانه وتعالى ينزل وبشرهم بأنه يتمنى أو يرجو من الله أن يكون أول من يتبوأ الجنة هم يعني أصحابه الذين كانوا معه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار حاون قال وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال قال حدثنا بهز بن أسد قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقال بندار في حديثه يعني محمد بن بشار: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، يعني بزيادة كل ليلة. نعم. أنتم لا تكون أمة؟ لا، المخاطبون. قال لأن الأمة أكثر من 70,000. قال قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب نصف الليل النصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيفتح بابها فيقول أو فيفتح بابها فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. قال أبو بكر: وليس في رواية سفيان بن عيينة. قال أبو بكر: ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن أو مما توهن رواية حماد بن سلمة، يعني إذ بينهما اختلاف، لأن جبير بن مطعم هو رجل من الصحابة، ذلك لأن رواية حماد بن سلمة فيها عن نافع بن جبير عن أبيه، وفي هذه الرواية نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي في رواية سفيان. قال يعني كأنه يقول إن هذا الخلاف لا أثر له، لأن جبير بن مطعم رجل من الصحابة سمي في مكان وأبهم في مكان، وإبهامه لا يضر لأن الصحابة إبهامهم ليس بضار، لأنه إذا ثبتت صحبتهم فقد ثبتت عدالتهم. قال لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر ويستيقن في بعض الأوقات، وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي. ثم قال حماد بن سلمة رحمه الله: قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد، وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخبر القاسم ابن عباس إسناد آخر، نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانته من العلم أن يروي خبرا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كما روى هنا عن أبيه وعن أبي هريرة. ولعل نافعا إنما روى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة، لأنه قال كل ليلة، لأن في خبر أبي هريرة فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس، وليس في خبر أبيه ذكر الوقت، وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع الفجر،
قال وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس ساعة طويلة. فلفظ خبره الذي روى عنه أيوب أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى بلفظ، وغير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبر واحد، يعني خبر نافع بن جبير عن أبيه ونافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.